يعني عمر ما في حمله على مدار التاريخ كله، كابتن ماهر هيكلمنا عن الماضي، ما نجحت حمله من النوع ده، عمرك ما هتعرف يعني تقلب جماهير النادي الاهلي عليه، مش هتحصل مهما حاولت. فخلينا نبدا من النقطه دي كابتن ماهر، وبعدين نتكلم طبعا في ماتش المقصه وغيره وغيره. شوف النواد ده، هرجع بالتاريخ لورا شويه. كل الظروف اللي بتمر بلاعبتنا ومجلس ادارتنا وجماهيرنا خلال هذه الفتره مرت بينا احنا كجيل السبعينات، اول جيل طبعا حط بصمه في تاريخ الكره المصريه بانجازاته باهدافه بقيادته خلال هذه الفتره. يعني عايز اقول مثلا ان مستر الدكوتي كان وقتها في جيل السبعينات 7 بطولات ورا بعض في 7 سنين، يعني يعني كل سنه احنا اللي بدعنا موضوع حته ان احنا ناخد بطوله الدوري العام 7 سنين ورا بعض. فدي برضك عملت مشكله من ضمن المشاكل اللي كان فيها احتقان بشكل كبير جدا على جيل العظماء جيل السبعينات في هذه الفتره. وعايز اقول لك ان احنا فتره 81 مع مستر كولوتشاي كنا خسرين الدور الاولاني، الفرق بيننا وبين المنافس التقليدي نادي الزمالك 8 بونت، وبدانا الدور الثاني بلايحه بقى فكر بقى يعني مسؤولين النادي الاهلي طبعا وقيادات النادي الاهلي، كابتن حسن حمدي كان مدير كوره وقتها مع مستر كولوتشاي. فلما رجعنا اجتمع بينا بعد نهايه الدور الاولاني وقال لنا انتوا عايزين ايه؟ فقلنا له عايزين الدوري. بالظبط. فقال الدوري، طب هنعمل روشتة عشان نقدر ناخد الدوري. الروشتة كانت عباره عن ايه؟ ان اليوم الكامل حضراتكم هتيجوا النادي من الساعه 8 الصبح وهتمشوا الساعه 7. لازم تهتم بتغذيتك بشكل كبير، لازم تنام 8 ساعات على الاقل. المباراه اللي جايه الدور الثاني كلها كؤوس. مفيش بونت يضيع. فكانت روشته جميله جدا بالنسبه لنا، وفعلا بقى الفتره دي حصل لما من اللعيبه الكبار، كان عندنا حاجه اسمها الستة الكبار، كان الكابتن الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل اسماء كلها يعني وصفت عبد الحليم وحسن حمدي ومصطفى يونس. فمن هنا كانت التجربه القاسيه اللي علينا، والفتره دي كان في ضغوطات زي ما انت ذكرت كده في بدايه كلامك على جماهير النادي الاهلي وعلى مجلس ادارته وعلى لعيبته وعلى الاجهزه الفنيه. لكن المعدن بقى، ومعدن واصل اللعيبه، ومعدن واصل مجلس الاداره، وطبعا وقيمه النادي الاهلي 115 سنه في التحديات والبطولات، قدرنا ان احنا نكسب البطوله ويبقى الفارق بيننا وبين المنافس التقليدي لينا نادي الزمالك 8 نقاط. هقول لك كمان، وانا مدرب ومساعد مع مستر هولمان 95 96 برده كان معانا مجموعه من العظماء من اللعيبه، كان حصل ان احنا بعد نهايه الدور الاولاني الفرق بيننا وبين نادي الزمالك بقى 12 بونت وهنبدا الدور الثاني، وطبعا صعب 12 بونت او 13 بونت كان صعب طبعاً جدا بالنسبه لنا. بالزهر. فكانت وقتها المرحوم ثابت البطل كان مدير كوره، نفس الخبرات اللي مرت علينا واحنا لعيبه، رحنا لغرفه الملابس وقفل علينا وقال لنا انتوا عايزين ايه؟ احنا قلنا للعيبه بقى، فاللعيبه قالت احنا عايزين الدوري، فقلنا لهم 1 2 3، اللي قالوا حسن حمدي. قالوا ثابت البطل. وفعلا قدرنا ناخد بطوله الدوري بفارق يمكن حوالي 10 بونت او 12 بونت. فدي كانت زي ما بقول لك من خلال التاريخ ظروف بتمر على اجيال، ومنها الفتره دي اللي بتمر على الجيل الحالي. عشان كده عايز اطمن جماهير النادي الاهلي واقول لهم ان دي كانت فترات مرت على الاجيال، لكن عظمه وقيمه النادي الاهلي نقدر نخرج ان شاء الله من هذا، انا بسميه الكيرف نزل بينا شويه. فنقدر نطلع تاني واحنا عندنا تحديات في ال10 مباريات اللي جايين دول، ان شاء الله نقدر من خلالهم ان احنا نرد بقى على كل الحاجات اللي فيها ضغوطات على النادي على المجلس وعلى اللعيبه.